بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. رجعناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، واليوم يا اصدقائي راح اشرح لكم مهمات الاسبوع الاول من الموسم الثامن او الشهر الثامن. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، اتمنى من عندكم تخلوا لايك للمقطع، واللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات. طبعا ما اطول عليكم بالمقدمة، خلوكم مع المقطع. اوكي اصدقائي، مثل ما تشوفون نروح على العربي وبعد نروح على المهام، ومثل ما تشوفون مهمات الاسبوع الاول. فاول مهمه من المهمات الاسبوع الاول يا شباب يقول لك اربح مباراه كلاسيكيه مره واحده خلال ارتداء صدر عسكريه لمستوى 3. طبعا هنا أنا بكل بساطه لازم تربح جيم كلاسيكي وانت لابس درع ليفل 3. طبعا انت تربح مباراه واحده راح تكمل عندك هذه المهمه، وراح تحصل 100 نقطه من نقاط الاربي. المهم اللي بعد يا شباب ويا بنات يقول لك استخدم مشروب الطاقة 20 من المرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا مشروب الطاقة راح تطلع لكم الصورة اللي هو البيبسي، مثل ما تشوفون راح تطلع لكم الصورة على الشاشة. تستخدم هذا المشروب 20 مرة بجيم واحد او اكثر من جيم، راح تكمل عندك هذه المهمة بكل سهولة، وايضا راح تحصل على 100 نقطة من نقاط الاربي. المهم اللي بعد يا شباب ويا بنات يقول لك قابلة للتكرار. طبعا هذه المهمة يقول لك تم اكمال 0 من 1، تقدر هذه المهمة تكملها او تقدر هذه المهمة تكررها 6 مرات، وكل مرة راح تحصل على 75 نقطة اربي. يقول لك لكل 100 من الدقائق التي امضيتها في المباراة تحصل على 75 نقطة. كل 100 دقيقة بالمباراة، يعني باللعبة من تدخل مباريات كلاسيكي جيم كلاسيكي، كل 100 دقيقة راح تحصل على 75 نقطة اربي. طبعا هذه المهمة تقدر تكررها 6 مرات. المهمة اللي بعد يا شباب ويا بنات يقول لك اقتل 12 من الاعداء باستخدام البنادق الرشاشة في المطار ايرنجر في الوضع الكلاسيكي. طبعا صورة المطار كلكم تعرفوها، بس راح تطلع لكم الصورة للناس اللي ما تعرف. طبعا هذا المطار مثل ما تشوفون يا اصدقائي، تروح هناك ولازم تقتل 12 عدو بالبنادق الرشاشة. والبنادق الرشاشة مثل ما تشوفون يا اصدقائي اللي يقصد بها هي بنادق الاس ام جي. مثل ما تشوفون يا اصدقائي بنادق الاس ام جي هي نفسها البنادق الرشاشة اللي هي الاوزي، اليو ام بي، الفيكتور، توميغان، بيسون، كل هذه من البنادق الرشاشة. تروح هناك بالمطار وتقتل 12 عدو وراح تكمل وياك هذه المهمة بكل سهولة، وراح تحصل على 150 نقطة اربي. المهمة اللي بعد يا شباب ويا بنات يقول لك اكمل 7 من المباريات مع الاصدقاء في الوضع الكلاسيكي. ان انا بكل بساطة اصدقائك اللي هنا متواجدين عندك تلعب وياهم 7 مباريات وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله، وراح تحصلون على 75 نقطة اربي. المهمة اللي بعدها يقول لك التقط مسدس المميض في 6 من المباريات ضمن فريق في الوضع الكلاسيكي. ان لازم تلعب سكوات انت واصدقائك او تلعب دو، ولازم تحصل مسدس الدروب اللي هو مسدس الفليرجان. طبعا كلكم تعرفوها تعرفون العفو، لازم تحصل مسدس الدروب حتى تكمل وياك هذه المهمه ان شاء الله، وراح تحصلون على 75 نقطه ارمي. مثل ما تشوفون هذا هو مسدس الدروب يا شباب، تقدر تاخذه من صديقك وتقدر تستخدمه، يعني بس تاخذه بدون طلقات تفرع التيم مالتك او كل واحد ينطي صديقه، راح تكمل وياك هذه المهمه ان شاء الله، وراح تحصل على 75 نقطه ارمي. لازم 6 مرات تاخذ مسدس دروب. المهمة اللي بعد يا اصدقائي يقول لك ابحث عن شخصية غير مستخدمة في اللعب، اللي هي هذه الشخصيات اللي موجودة بساحة الانتظار. يعني من تدخل الجيم انت واصدقائك بساحة الانتظار قبل تصعد للطيارة، اكو شخصيات. هاي الشخصيات وين تلقاها؟ تلقاها مود الانمي اللي هو جوجوتسو كايسون. مثل ما تشوفون تلقاها بمود الانمي. يقول لك تحدث على اي منهم، يعني تحدث على 2. طبعا الشخصية اكو وحدة على الطيارة، ممكن اخليكم صورة اذا حصلت عليها، واكو شخصية على اليمين اول ما يعني بساحة الانتظار. طبعا بس تتحدث اليهم راح تكمل وياك عندك هذه المهمة، وراح تحصلون على 75 نقطة اربي. المهمة اللي بعدها يا اصدقائي يقول لك اقتل 5 من الاعداء باستخدام الكار في الوضع الكلاسيكي. هنا طالبة من عندك حصرا بالوضع الكلاسيكي، يعني تقدر تسويه بمود الساحة ومباراة الفرق المميتة. طالبة من عندك حصرا بالوضع الكلاسيكي ولازم تقتل بها، هذا هو سلاح الكار مثل ما تشوفون يا اصدقائي. تروح هناك بالوضع الكلاسيكي وتقتل 5 اعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة، وايضا راح تحصل على 75 نقطة اربي. المهمة اللي بعدها يا اصدقائي يقول لك فقط اقتل 5 من الاعداء باستخدام مسدس في اي وضع. ما دام هو كاتبنا باي وضع نقدر نسوي هذه مباراة الفرق المميتة ومباراة الساحة مثل ما تشوفون. تدخل هنا على الاعتاد وهنا تجهز مسدس مثل ما تشوفون، تجهز مسدس وتقتل 5 اعداء بالساحة او مباراة الفرق المميتة، وراح تكمل عندك هذه المهمة ان شاء الله،
وراح تحصلون على 75 نقطة أربي. المهم من بعدها يا أصدقائي يقول لك الحق ما مجموعه 5000 من الضرر في الساحة. هنا فقط بس تلعب بالساحة من أنت تدمج الأعداء وتحصل كلات راح تحصل ضرر. هنا طلب من عندك 5000 من الضرر. طبعا كل جيم راح يطلع لك إنه عندك 0 من 5000، يعني يصير 5000 من 5000 راح تكمل عندك هذه المهمة وراح تحصل على 75 نقطة أربي. المهم اللي بعده يا أصدقائي يقولك أقضي على 100 من الأعداء باستخدام الأيوجي في الساحة. ما دام هو أيضا قالينا بالساحة لازم تقتل 100 عدو بالساحة بسلاح الأيوجي. طبعا تروح هنا على الساحة وتختار هنا سلاح الأيوجي، مثل ما تشوفون أنا هنا مختارك روزة، تختار أنت سلاح الأيوجي حتى تكمل هذا المهمة. مثل ما تشوفون دوس عليه تجهيز وتروح بالساحة تكمل هذه المهمة وتقتل 100 عدو وراح تكمل عندك هذه المهمة إن شاء الله. طبعا هنا المهمة طلعت تم الجمع لأن أنا ألعب تقييم وكلكم تلعبون تقييم، فأكيد هذه المهمة مطلوبة يعني كامل تلقوها كاملة عندكم، اللي هي قم بالوصول إلى البلاتينيوم أو أعلى في الوضع الكلاسيكي. إن بمجرد ما أنت واصل التقييم مالتك بلاتينيوم أو تاج راح انت تحصل على 75 نقطة أربي وتلقى هذه المهمة كاملة. طبعا هذه المهمات يا شباب اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات او تراسلوني على قناة التليجرام، وان شاء الله هذه المهمات كلها راح اسويها بمقطع خاص يعني اسوي عمل المهمات، فانتظرونا ان شاء الله بالمقطع القادم. فإلا هنا يا اصدقائي وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم بخير.